بالصفة دالي محمد مسير الشركة المدنية العقارية للمغاربة المقاومة الخارج الجديد. بغينا نوصلوا واحد الرسالة ديالنا للسدة العالية بالله سيدنا الله ينصرو، لأن تنصب علينا عن طريق عبور مرحبا. احنا هذا المشروع هذا مورط فيه 306 منخرط ملك الأسهم تحت الشركة المدنية العقارية للمغاربة المقاومة الخارج والشركة المدنية العقارية حسني. احنا كجالية مقيمة بالخارج جينا استفدنا شرينا، خلصنا التجهيز مرتين، خلصناه مره الاولى وتنصب علينا، خلصنا ما يناهز 13 مليون 14 مليون ديال التجهيز وتنصب علينا، وعاود مره ثانيه تكون جمعيه وهميه تدعى على اسمها جمعيه التوافق مع تواطؤ مع مسيرين مسؤولين بالجماعه وبالعماله انذاك في 2000 على الرئيس الجماعه ونائبه كانت تنصب علينا، وتورطنا ملي كنا تنمشيو نبغيو ندخلوا الماء والكهرباء تما تيقولنا جيبوا الموافقه من عند الجمعيه، علما بان الجمعيه ما عندها حتى شي صله بالمشروع، لان شهاده الملكيه هي تحت الرسمين العقاريين للشركتين، لا علاقه بالجمعيه بهذا الشيء. ومن هذا المنبر بان تنبين لكم بان هذه الارض فوتت باوراق مزوره، تعرضنا لمافيا العقار، لان هذه الارض تفوتت بدون العلم ديالنا، لان هي ملك 153 ملاك اسهم، القدر ديال الفلوس تبعت ب 150 مليون، ما في خبرنا حتى حاجه. من هذا المنبر بان تنطلب من السدة العالية بالله بأن تورطنا ونصبوا علينا عن طريق عبور مرحبا. ومن هذا المنبر زائد تنشكروا السيدة العامل عاملة مقاطعة حي حسني اللي فتحت لنا واحد الباب الأمان، باب الأمل اللي مشينا عندها واستقبلتنا في البيرو عندنا، علما هذا الشيء ما كانش سابقا، وشعارنا هو الله الوطن الملك. مدحاد مشارك في هذه الجمعية ديال السكنية ديال حسني واحد، وفعلا هذا المشروع هذا دابا طال الامد ديالو نتيجه ديال التماطل والتحايل على السكان. تصور ان مشروع دابا عنده 36 عام وبقى لحد الان الناس ما استفدت من الرسوم العقاريه، وكلهم المسيرين ديالهم متورطين في خيانه الامانه، واستدعانا قاضي التحقيق وتصنت لنا، ولحد الان كنتسالوا على الاسباب ديال عدم تحريك الملف ديال هاد التحايل وهاد التحويلات اللي دات بطريقه غير قانونيه من طرف بعض المسيرين. كنتسالوا علاش هاد الملف لا زال راكدا وجامدا امام وزاره العدل بمحكمه عين السبع. كنطالبوا من السيد الوكيل العام لمحكمه ديال عين السبع بتحريك الملف ضد المتورطين من اجل احقاقا للحق وللعداله. الرحمن الرحيم. حنايا من الجاليه المغربيه اللي حنايا تنصب علينا في هذه الارض في حسني واحد وفي حسني جوج، كنطالبوا بالتترات ديالنا وكنطالبوا بالمكلفين وبالناس كلها بان تنصب علينا هنايا، تباع علينا المحلات ديالنا وخلصنا جوج المرات الاراضي ديالنا وما خدينا فيها حتى شي نتيجه في هذا الشيء، وحنا دابا مضرين. كنجيو عبر بالعبور بمرحبا كنوصلوا لهنايا، كيوصل لنا وقت وجيز كنرجعوا فيه ليها، كنجيو كنلقاو اوراقنا ما مصوبينش، ما عندنا حتى شي حق هنايا. تنصب علينا في الماء، تنصب علينا في الكهرباء، تنصب علينا في المارشي، تنصب علينا في سميتو في التيتر العقاري ديالنا، ما عندناش، ما بقاش عندنا، بغينا نحيدو من هنا، ما لقينا باش نبيعو، بغينا نعاودو نديرو اي حاجة. حتى حد ما كيساعدنا، لا المسؤولين ولا الناس ديال العمالة ولا الجماعة ولا سميتو. اليوم كلفتوا النظر ديالكم بان احنا محتاجين لهذا التيتر العقاري باش نعرفوا احنا ملاكا او لا احنا ناس كنعيشوا عشوائيين واننا خسرنا فلوسنا. والسلام عليكم.